جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من سوهاج في جمهورية مصر العربية، المستمع علي محمد أبو زيد محمد رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. يسأل أولا عن حكم القارئ الذي يقرأ القرآن ويأخذ عليه الأجر، هل يكون جائزا أو لا؟ لا يجوز أن يتخذ قراءة القرآن حرفة يتأكل بها، لأن قراءة القرآن قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وتلاوة القرآن عبادة، فلا يطلب بها الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وجاء في تفسير هذه الآية أن المراد الذين يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، فقراءة القرآن من ذلك. إنما يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند بعض أهل العلم، المعلم الذي يدرس القرآن يجوز له أن يأخذ الأجرة، خصوصا إذا كان ليس له مورد يتعيش منه وفي تفرغه لتدريس القرآن انقطاع عن الكسب، فلا بأس أن يأخذ ما يكفيه لنفقته. وكذلك يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن للرقية، إذا قرأ على مريض أو على ملدوغ فإنه يجوز أن يأخذ على ذلك أجرا، بدليل حديث الركب من الصحابة الذين قرأوا على اللذيذ وأخذوا على ذلك قطيعا من الغنم، ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وقال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. في هاتين الحالتين يجوز أخذ الأجرة، أما أخذ الأجرة على التلاوة كما يفعل في بعض البلدان من استئجار المقرئين في رمضان أو في غيره الأموات، أو استئجار المقرئين في مواسم العزاء ومحافل التأبين، فهذه أمور محرمة، ولا يجوز استعمال القرآن لهذه الأغراض الدنيئة. نعم.